مين فينا ما يتمناش بيت مستقل ليه هو وأولاده؟ بس برضو مش أي حد يقدر يشتري أرض ويبنيها، خصوصا بقى لو بتدور على منطقة كويسة. أي وزارة الإسكان بقى بتحقق لك الحلم ده، والسداد هيكون بالتقسيط. عشان كده خليك معانا في الفيديو ده، هنقولك تفاصيل الطرح الجديد لأراضي الإسكان، وهتبقى فين ومتاحة للحجز إمتى. أنا ملاك ريان، تابعوني. بعد الانتهاء من الإعلان 16 والطرح التكميلي لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، الحكومة بتجهز لطرح جديد في ديسمبر، لكن الطرح هيكون مخصص للأراضي السكنية الصغيرة بس، ومتقسم لنوعين. الأول هو الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة في كل المدن الجديدة وعلى كل المستويات، سواء بقى كانت أراضي إسكان أكتر تمييزاً أو إسكان متميز أو إسكان متوسط. والحجز هيبقى متاح من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة. ولو بتسأل الدنيا هتمشي إزاي، فالحكومة هتطرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة دي كل 3 شهور عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وطبعا الموقع هيوفر كل البيانات التفصيلية للقطع المطروحة وكمان كراسة الطرح. وبعدها الهيئة هتفتح الباب لاستلام طلبات الحجز بداية من تاريخ طرح القطع والمدة شهرين، على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض وتوصيفها بناء على النماذج المرفقة بكراسة الشروط، وكمان بتوضح في الطلب بتاعك عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزاً ونسبة الاستكمال خلال شهر القطع الأراضي المتوسطة والمميزة. وهترفع مع الأوراق وصل السداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض ومضاف عليها مصاريف دراسة الطلب. وعشان تبقى عارف، الأولوية هتبقى للسداد بالدولار الأمريكي سواء المبلغ اتحول من الخارج أو من الداخل، وبشرط مرور 60 يوم على إيداع الفلوس بالبنك بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزاً. أما بقى النوع الثاني فهو طرح تكميل القطع أراضي سكنية صغيرة وبرضو الإسكان أكتر تميزاً، والإسكان المتميز والإسكان المتوسط، بس المرة دي بقى الأراضي هتبقى في مدن الصعيد بعدد 19,866 قطعة أرض على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان. وخد بالك في الطرح التكميلي الأولوية بتبقى للناس اللي قدمت في الطرح السابق بس ما كسبوش، وفي نفس الوقت ما سحبوش مبلغ جدية الحجز، وفي الحالة دي بتزيد فرصهم في الفوز عن باقي المتقدمين معاهم في نفس الطرح. وقبل الطرح المنتظر في ديسمبر سبق وطرحت الحكومة الأيام اللي فاتت قطع أراضي جديدة بأماكن مميزة ضمن مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، وده في مدن القاهرة الجديدة، شيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، بدر، الشروق، السداد. والمفروض ان الحجز عليها فتح من ساعات بس، ومحددتش الحكومة ميعاد نهائي. انتوا بقى ممكن تشتروا في طرح ديسمبر اللي جاي، وايه رأيكم في ان الاولوية للسداد بالدولار؟ وهل ده هيساعد مصر في حل ازمة نقص العملة الصعبة؟ شاركونا في التعليقات.